طيب ملك وكتابة لبى دعوة مجلس إدارة النادي المصري في العين في لقاء مفتوح مع عدد محدود أيضا من الإخوة المصريين أعضاء الجالية المصرية. نشوف بداية هذا اللقاء. الحقيقه لم يقتصر الامر على كده، وكان عامل لنا مفاجاه ان احنا لقينا استوديو وكاميرات وطلبوا مننا ان احنا نتحدث عن النادي الاهلي، وكان يعني فرصه ان احنا نبدا الحديث بشكل يعني يديلهم او يشبع النهم والشغف اللي عندهم. طب نشوف بدايه هذا اللقاء. بدايه طبعا خلوني باسم الباشمهندس عدلي وبالاصاله عن نفسي أشكركم كل الشكر على الحفاوة والتقدير إن احنا نكون معاكم النهاردة. كل الشكر لمجلس إدارة النادي والأعضاء النادي والأشقاء الغوالي الكبار الأشقاء الإماراتيين على احتضانهم فكرة النادي الأهلي النادي المصري. لأنه الحقيقة فكرة إن يبقى فيه نادي بيجمع كل المصريين اللي موجودين ويحقق هذه مشاعر او يعمل هذا الخلط ما بين ابناء الدوله وما بين المصريين اللي موجودين في العين او في القلب بالطبيعه من الشعب الاماراتي، دي فكره طيبه جدا. انا جيت هنا النادي اكتر من مره قبل كده، وكل مره الحقيقه بزداد ارتباطا بالعين اكتر. فليكم كل التحيه والتقدير للباشمهندس عدلي القيعي رمز النادي الاهلي الكبير. لما الاستاذ حسام الشرقاوي قال له عايزين تشرفنا في نادي العين، قال له يا سلام، ده انتوا في العين اصلا. فكان حرصه على انه يكون موجود معانا النهارده رغم ضيق الوقت ورغم ظروف البطوله والماتشات والضغط اللي هي فيه، لكن الحقيقه كان حريص المهندس عدلي انه يكون موجود معاكم النهارده في لقاء مفتوح. تصادف وانه جه مع وجود وفد من النادي الاهلي يعرض على حضراتكم فرصة الحصول على عضوية النادي الأهلي وانضمام لعائلة الأهلي، فكان الخير خيرين يعني. سعداء جدا بيكم والباشمهندس عدلي معاكم. عشان تبقوا عارفين يا جماعة، موضوع العين وأبو ظبي هو أبعد نقطة تقريبا. يعني إحنا كنا بنسافر ثلاث ساعات رايح وشوية وثلاث ساعات راجع وشوية. أيوة. في وسط إجراءات احترازية بيشوفوا مننا أكتر من مرة عند البوابات نتيجة المسح. الحصن. تطبيق الحصن اللي هو بيقول لك المسحه لازم تكون عاملها، ما تقدرش تتحرك، كنترول جامد جدا جدا الا وانت معاك هذه المسحه والناس بتفتش عليك. فكانت فرصه ان احنا نتحدث حديث من القلب ونقدم لهم الاهلي الذي نعرفه من خلال هذا الحوارات. تحب تسمع الراجل اللي اتكلم ده؟ ما هو انت، انا عارف انت عامل لنا ايه. طب نشوف بقى مين اللي اتكلم. اكرر واثمن ما قاله زميلي وحبيبي الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويكفي المشقه اللي حضراتكم تجبدتوها عشان تبعتوا لنا تستضيفونا من ابو ظبي لحد هنا. طبعا هترجعونا مش هتسيبونا. لكن الحقيقه السر هو مش سر، ان رغبتنا ربما تكون اكثر من رغبتكم لهذا اللقاء. لأن الواحد يعني
بيحب يشوف الأهلي في عيون الآخرين، وأولهم طبعا الجاليات المصرية اللي بتتشوق إنها تشوف ناديها وحبيبها. فأكتشف أن الأهلي عشاق ومحبين من أهل البلد نفسهم والعين العريقة صاحبة الحضارات. وفي كل إمارة من الإمارات الواحد راحها رأى هذا الأمر وحس بحجم النادي الأهلي وجمال النادي الأهلي، وكيف أن النادي الأهلي تحول من مجرد فكرة إلى وسيلة، وسيلة بتستقطب الناس عشان تقربهم من بعض وعشان يجدوا في النادي الأهلي نموذج يقدروا يقولوا لأولادهم إحنا أهلوية عشان 1 2 3، لأنك لما تبقى بهذه الصفات تبقى إنسان جميل وسوي. سوي ليه؟ ليس مقارنة بالآخرين قطعا، الأندية الأخرى عندها معاييرها وعندها قيمها التي تجعل منها قدوة سوية، لكن أنا أتحدث عن النادي الأهلي. النادي الأهلي نشأته هي كده، النادي الأهلي نشأته هي كده. ده كان كلام مهم جدا للمهندس عدلي، إن أنت استفدت في الحديث عن طبيعة النشأة والتأثير. يعني طبعا فهمناهم، أنت طبعا مش هتقدر تجيب النادي دي امتدت أكثر من ساعتين يعني. أيوة. لكن كان مهم جدا يعرفوا كيف نشأ النادي الأهلي. أيوة. معظمهم عارف، لكن اللي ما يعرفش كان فرصة يعرف، خصوصا كان في أطفال قاعدين. صحيح. كنت يعني حاسس إن أنا بكلمهم أكتر ناس يعني.